السلاحف اللي هو الكراكع البريه شايف طلع هالوين حكيت في ناس فكروا انه هاي السلاحف برمائيه، هاي مش برمائيه شايف هذول انا حطيتهم ورا بس اشوف شو بصير فيهم. طلع هاي كيف عامله في الطين حافره حوالين الطين شايف هاي السلاحف من ذوات الدم البارد سلاحف بريه ما لهاش علاقه في المي لا بتسبح ولا شيء. في ناس بقول لك لا برمائيه فيش ما لهاش علاقه في ال طلع كيف عامله هاي الطريقه اللي بتتخبى فيها شايف بتفوت في سبات شايف بتعمل هاي الطريقه اللي هي حفر على الخفيف وبتطم حالها وبتضلها هيك تتجمد ابعوا عايز رفض شو هاي نفس الاشي هاي حافر الحفر كديش له شكله جديد بجوز لما شمست اليوم حفرت بزياده طلعت من محل تاني هاي هدول طلعت المستقبل فيهم كمان تنتين طلع عليها كيف شوف كيف فايت في صوبات عينيها مغمضات حرارة جسمها كثير نازلة طبعا السلاحف تتحمل البرد هاي السلاحف ملهاش علاقة في المي بتسبحش انا نزلت فيديو انا كان شايف كيف كانت تحفر هاي حركتها بطيئة جدا شوف كيف حركتها بطيئة كثير تتحمل اكثر من الحياة الكركع البرد ودرجات الحرارة لما تنزل تحت الصفر كانت في ناس بتقدوا انه هاي برمائيه ما هي ما لهاش علاقه اذا بتفوت في المي تغرق فيش لها زعانف ولا شيء البرمائيه بتختلف انا عملت واحد عن البرمائيه المهم هاي السلاحف لازم نحافظ عليها عنا بالصيف بنلاقي كثير مقتول منها وخبطينهم دبش وشي يعني حرام شوف الحراره لحظة شوي لحظة انا لازم الاس ولا الاف اس ليش ما هيك جسم الحرارة جسم حرارتها من برا تقريبا واحد اثنين يعني قريب على الصفر شوف الارض تحتها هان المنطقه اللي هي بتحاول تفوت عليها بتكون ادفى ولا نفس الاشي لا ابرد من جسمها تحت الصفر ناقص ناقص ثلاثه تحت الصفر لحظه شوي تقريبا صفر هاي كاينة تفحر شايف هذا شوي تأكد منها نفس الاشي رجع لك هاي حرارة جسمها اسخن من اللي مش كاينات يتحركوا لانها كاينة تفحر يمكن اليوم شمست شوي اخذت شوي دفا وحفرت عشان هيك اسخن بدرجة بس من برا طبعا من جوا تبقى عندها شوية حرارة يعني اللي تمشيها هاي الثانية هاي برضو ركز تقريبا صفر هاي تقريبا حرارة جسمهم نفس الاشي كيت نشوف من هون من جوا نحاول جوا نشوف نفس الشيء تاع البطن لحظة نفس الشيء متلج كثير هات نشوف هاي Thank you.
طبعا هذا البيت تبعها اللي بحميها، بس جوا الجسم هان شايف بيختلف. اها قلت لو حطينا على الجسم من عند الدنبه في شوية حرارة أكثر، يعني تقدر تقول درجتين. أما البيت تبع هذا متلج طبعا، هذا زي بيتي بتخبى فيه شايف، معناته هاي نقدر نعرف الجسم أكثر إشي. المنطقة هاي منطقة فخدة إجرها. جوا بتكون أدفى طبعا، بتمشي حالها للأعضاء، عندها أعضاء الحيوية تشتغل. يعني السلاحف تتحمل برد، تحملت اللي هي عاصفة هدى اللي أجت 8 تحت الصفر، ما صار فيه شيء أكثر من الحياة بتحمل. أول ما تدفي الجو راح يفلتهم في الجبال.